السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في درس اللغة العربية للصف السادس الابتدائي. موضوع الدرس راح يكون حول النص مها والعصفور، وتتم للدرس السابق لاستراتيجية اتخاذ القرار السليم. معكم الأستاذ باسل محاجني، مدرس اللغة العربية في مدرسة الشافعي لفريدييس. أهلا وسهلا بكم. ماذا سنتعلم اليوم؟ سيكون لنا في البداية لعبة شيقة، ومن ثم سنتعلم ما علاقة كلمة المفتاح بموضوع اتخاذ القرار السليم، ومن ثم إجمالي الدرس ومهمة للتدرب. معكم 30 ثانية لتحضير لوازمكم المدرسية، دفتر، قلم، مقص، وكل اللوازم. تفضلوا. قبل أن نبدأ، هيا نستنشق الهواء. سوف نستمع الآن إلى قصيدة للغة العربية اسمها اقرأ وتكلم. لمؤلف هذه القصيدة هي الدكتورة راوية بربارة، مفتشة اللغة العربية في وسطنا العربي. اقرأ وتكلم، اجمع حرفا مع حركات، ركب جملا من كلمات، عبر فسر اشرح فصل، ادمج قرر، ابني نصا اروي قصا، عمر قصر المجتمعات، لا تقل ليت ولكن، ما أصعبه أو هيهات، اقرأ يسر احكي عبر، سهل أمرك لا تعسر، ثبت جذرك في الأعماق، حلق نحو المرتفعات، أطلق فكرك كون رأيك، عبر فسر اشرح فصل، ادمج قرر، بالمحكية أو بالفصحى، فلغتنا أغنى اللغات. مهداة من مفتشة اللغة العربية إلى كل التلاميذ والمعلمين، كل عام وأنتم بخير. اقرأ وتكلم، اجمع حرفا. شكرا لك أستاذتنا دكتورة راوية على هذه القصيدة الرائعة، لأن لغتنا هي من أجمل اللغات في هذا الكون. إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. لغتنا لغة جميلة أعزائي الطلاب، أتمنى أن تحافظوا على لغتنا لنرتقي بها إلى الأمام. نبدأ بمتعة. أمامك الآن صورة للعبة مشهورة. ما هي المهارات التي يجب أن يتمتع بها لاعبي هذه اللعبة من أجل احترافها؟ انظر إلى هذه الصورة، هي عبارة عن لعبة الشطرنج، وهذه هي لعبة مشهورة بحاجة إلى مهارات كثيرة لكي نلعبها. معك دقيقتين لكي تفكر ما هي المهارات التي يجب أن تكون لدى لاعب هذه اللعبة لكي يحترفها. تفضل.
إذن أعزائي الطلاب، لكي أكون لاعب شطرنج محترف علي أن أكون أو أن تكون لدي تحد، أن أمتلك الذكاء، أن أكون صاحب اتخاذ قرار صائب وصحيح لكي أكون أنا الرابح، أن تكون لي إرادة قوية، وأن يكون لي تفكير سليم. الآن سأعرض لكم صورة أخرى، انظر إلى هذه الصورة، ماذا نرى؟ طبعا إنه فيروس الكورونا، وكلنا الآن نعرفه في هذه الظروف التي نمر بها. ماذا يتوجب عليك فعله؟ الآن سأعطيك دقيقتان لتفكر، ماذا عليك أن تفعل للاحتياط من هذا الفيروس؟ تفضل. أعزائي الطلاب، طبعا إنه فيروس الكورونا، هذا الفيروس الصغير الذي قام بشل حركة العالم بأكمله. إذن علينا أول شيء نفعله أن نتوخى الحذر، أن نكون حذرين في أي شيء نقوم به. ثانيا أن نفكر جيدا قبل اتخاذ أي شيء، عدم إيذاء الآخرين. طبعا إذا قمنا في طبعا إذا لم نلتزم في إرشادات وزارة الصحة، نحن نقوم بإيذاء الآخرين في خروجنا من البيت، الالتزام بالتعليمات، اتخاذ قرار صائب، الزم بيتك، وهذا المهم. علينا أن نلتزم بيوتنا في هذه الفترة حتى أن نمر هذه الفترة العصيبة. هيا بنا نقرأ قصة اسمها ما هو العصفور، تأليف المعلمة روز يوسف شعبان. هيا بنا نقرأ. استيقظت على صوت زقزقة العصافير التي وقفت على نافذة خربتها. فتحت عينيها، أطلت من النافذة على الشارع الذي بدا لها خاليا من السيارات والمشاة. هدوء لم تعهده من قبل، وهي التي كانت توقظها أبواق السيارات وأصوات المارة. بدا هذا الصباح عاديا لمها، إلا أن رياحا عاتية بدأت تهب فجأة تبشر بمطر قادم. خرجت من غرفتها، دخلت المطبخ، تمضمضت بالماء الدافئ والملح كعادتها كل صباح، شربت كأسا من الماء الدافئ، تناولت فطورها، ثم توجهت إلى الحاسوب لتبدأ بحل المهام المحوسبة التي يرسلها معلمو مدرستها وترسلها وزارة التربية أيضا، وذلك بعد تعطيل الدراسة في جميع مدارس البلاد حماية للطلاب والمعلمين وذويهم من وباء الكورونا المنتشر في البلاد في هذه الفترة.
وجدت أخاها قد سبقها إلى الحاسوب، طلبت منه أن يسمح لها بفحص مهامها لكنه رفض. عليك الانتظار حتى أنتهي من حل مهامي، لكني سأقصر البث، فهناك دروس تبث في أوقات محددة. سمعت والدتهما حوارهما، هرعت إليهما قبل أن يحتدم النقاش ويتطور ربما إلى مناكفات لا تحمد عقباها. طلبت الأم من مها أن تتريث قليلا وتطمئن، فالمهام تسجل ويعاد بثها مرة أخرى. ردخت مها لطلب والدتها ولم تشأ أن يبدأ يومها بالغضب. دخلت غرفتها، أغلقت الباب خلفها، حملت هاتفها الخلوي وبدأت تتبادل الرسائل بالواتساب مع زملائها. نكات عديدة بدأت تصلها من أصدقائها مشوبة بالسخرية والتهكم في ظل الظروف القاهرة التي يحياها الناس في بيوتهم. أسرى لفيروس الكورونا الذي يقف لهم بالمرصاد خارج المنازل. سمعت والدتها ضحكاتها، ابتسمت في سرها وقالت الحمد لله أن مها تضحك، فالضحك يخفف من التوتر ويهدئ النفس. فترة من الهدوء والصمت رانت على مها مما أثار مخاوف الأم، وتساءلت ماذا حدث لها؟ لماذا توقفت مرة واحدة عن الضحك؟ قرعت باب غرفتها فوجدتها منهمكة في الكتابة في هاتفها الخلوي. ماذا تكتبين يا ابنتي؟ نتبادل الحديث أنا وأصدقائي، لكني أراك مهمومة، هل حدث شيء ما لأحد صديقاتك؟ ربما صديقتي حدثتني بهلع، إن والدتها مريضة وإن درجة حرارتها مرتفعة وهي خائفة أن تكون أمها قد أصيبت بفيروس الكورونا، وأنا قلقة على صديقتي وعلى والدتها. ليس كل من ارتفع درجة حرارته مريضا بهذا الوباء يا ابنتي، يتوجب عليها إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والانتظار حتى تأتيها نتيجة الفحص. نسأل الله يا ابنتي أن يكون مرضا عاديا عابرا. سأتواصل أنا أيضا معها وأطمئن على صحتها، لا تقلقي. شكرا لك يا أمي، أتمنى لصديقتي ووالدتها كل الخير. وقفت مها أمام نافذتها ومدت بصرها إلى آخر الشارع. طرأت لها ذكرياتها مع صديقاتها في المدرسة، شوق عارم يغمرها لرؤية صديقاتها معلميها ومدرستها. ما أجمل أيام المدرسة وما أمتع اللحظات التي أقضيها مع صديقاتي. قطعت حبل سرودها حركة خفيفة على الشجرة التي تنتصب جانب غرفتها، نظرت صوبها وإذا بعصفورة تحاول تمكين عشها وتثبته بين الأغصان خشية سقوطه بسبب الرياح التي اشتد هبوبها. شدها هذا المشهد كيف تقوى عصفورة صغيرة على مقاومة الريح وتبذل جل قواها في حماية فراخها. أفلا نستطيع نحن البشر مقاومة فيروس الكورونا وحماية أنفسنا؟ ابتسمت في سرها وقالت إذا كانت العصفورة قادرة على هزم الريح فإننا بلا شك قادرون على دحر هذا الوباء. أحست بالراحة والطمأنينة، ثم توجهت إلى الحاسوب لإتمام مهامها، فالعلم يبتسم لها وينتظرها كي تتجند بسلاحه وتهزم جميع الأوبئة. الآن أصدقائي، بعد أن قرأنا القصة وبالاعتماد على الواقع الذي نعيشه في هذه الأيام، نسأل أنفسنا ما المشترك بين أحداث القصة وحياتنا اليومية؟ أمامكم دقيقتان للإجابة على هذا السؤال، تفضلوا. Thank you.
هيا أعزائي الطلاب أن نرى ما هو المشترك بين القصة وبين حياتنا في هذه الأيام. الإجابة الأولى إنه فيروس الكورونا. أحسنتم. طالب آخر، الخوف والهلع. جيد. الضغط النفسي، الحالة التي نعيشها هي طبعا من الضغوطات النفسية بسبب هذا الفيروس. الملل. أحسنتم. الاشتياق، طبعا الاشتياق إلى زملائنا، إلى معلمينا، إلى كل الأشياء التي حرمنا منها في هذه الأيام. احتدام النقاش بين أفراد الأسرة. المقاومة وإرشادات الحماية. الأمل والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن نمر هذه الأزمة وأن نعود إلى حياتنا الطبيعية. الآن السؤال الأول، ماذا طرأ على الشارع الذي تعيش فيه معها حسب الفقرة الأولى؟ انظروا جميعا إلى الفقرة الأولى ومن ثم أجيبوا على هذا السؤال. أمامكم دقيقتان للإجابة، تفضلوا. قبل الإجابة عن السؤال، هيا نرى بعض الأمور التي ممكن أن تساعدنا في حل في هذا السؤال. طبعا أولا علينا أن نبحث عن كلمة المفتاح أو ما تسمى الكلمة الرئيسية في السؤال. فكل سؤال مكون من أداة استفهام، في هذا السؤال هي ماذا. كلمة المفتاح أو الكلمة الرئيسية في هذا السؤال هي طرأ على الشارع. وعلامة الاستفهام طبعا أي علامة التي تنتهي بها كل سؤال. من ثم نعود إلى الفقرة. استيقظت على صوت زقزقة العصافير التي وقفت على نافذة غرفتها. فتحت عينيها، أطلت من النافذة على الشارع الذي بدا لها خاليا من السيارات والمشاة. هدوء لم تعهده من قبل، وهي التي كانت توقظها أبواب السيارات وأصوات المارات. الآن بعد أن رأينا كل هذه مركبات السؤال، هيا نرى بنا ما هي الإجابة. الإجابة هي الشارع خالي من السيارات والمشاة، يعم المكان هدوء لم تعهده من قبل. أحسنتم طلاب الأعزاء. هيا بنا ننتقل إلى السؤال الثاني، ما معنى التعبير رياح عاتية حسب ما جاء في النص؟ طبعا نقرأ الفقرة. بدأ هذا الصباح عاديا لمها، إلا أن رياحا عاتية بدأت تهب فجأة تبشر بمطر قادم. أمامكم دقيقتان للإجابة على هذا السؤال، تفضلوا.
إذن بداية هيا بنا نحلل السؤال إلى مركباته لكي نعرف الإجابة الصحيحة. البحث عن كلمة المفتاح، أداة الاستفهام في هذا السؤال هي ما؟ كلمة المفتاح أو الكلمة الرئيسية هي رياح عاتية طبعا، وعلامة السؤال موجودة وذكر النص. بدأ هذا الصباح عاديا لمها إلا أن رياحا عاتية بدأت تهب فجأة تبشر مطر قادم. ولكن قبل الإجابة سأعرض لكم آية قرآنية ومن ثم نعطي المعنى الصحيح لهذا التعبير. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ صدق الله العظيم. طبعا وحسب النص بدأ هذا الصباح عاديا لمها إلا أن رياحا عاتية بدأت تهب فجأة تبشر بمطر قادم. الإجابات المقترحة هي رياح ساكنة، رياح خفيفة، رياح متوسطة، ورياح شديدة. بعد أن بحثنا نرى أن المعنى لهذا التعبير ريح عاتية هي رياح شديدة. هيا بنا ننتقل إلى السؤال الذي يليه. لماذا أحست مها بالراحة والطمأنينة في نهاية النص؟ أمامك الفقرة التي ممكن لنا أن نجد فيها السؤال، أمامك دقيقتان، اقرأ الفقرة ومن ثم أجب عن هذا السؤال، تفضلوا. إذن بداية نرى أن أداة الاستفهام هي لماذا، ولماذا هي تدل عن ما هو السبب الذي من أجله أحست بالراحة. نعود كلمة المفتاح في هذه الجملة هي أحست مها بالراحة والطمأنينة، وفي السؤال مكتوب أنه في نهاية النص. إذن هيا بنا ننظر إلى منتصف الفقرة ونقرأها. ابتسمت في سرها وقالت إذا كانت العصفورة قادرة على هزم الريح فإننا بلا شك قادرون على دحر هذا الوباء. أحست بالراحة والطمأنينة ثم توجهت إلى الحاسوب لإتمام مهامها، فالعلم يبتسم لها وينتظرها كي تتجند بسلاحه وتهزم جميع الأوبئة. إذا نظرنا إلى الجملة التي تحتها خط أنه إذا كانت العصفورة قادرة على هزم الريح فإننا بلا شك قادرون على دحر هذا الوباء. إذا
الإجابة إنها أيقنت أن العالم سينجح في التغلب على الوباء وهزمه بعد أن تعلمت درسا من العصفورة. طبعا وهذا ما جاء في الفقرة ولكن بطريقة أخرى. أحسنتم أعزائي الطلاب، هيا بنا ننتقل إلى السؤال الذي يليه. السؤال هو سبب ونتيجة، ما هي نتائج انتشار وباء الكورونا بحسب الفقرة الثانية؟ تعليمات: علينا تحديد كلمة المفتاح، تحديد السبب، ومن ثم تحديد النتائج. الفقرة: ثم توجهت إلى الحاسوب لتبدأ بحل المهام المحوسبة التي يرسلها معلمو مدرستها وترسلها وزارة التربية أيضا، وذلك بعد تعطيل الدراسة في جميع مدارس البلاد حماية للطلاب والمعلمين وذويهم من وباء الكورونا المنتشر في البلاد في هذه الفترة. تفضلوا. إذن أولا علينا أن نحدد كلمة المفتاح في هذه الجملة. كلمة المفتاح في هذه الجملة هي انتشار وباء الكورونا. طبعا أداة الاستفهام هي ما، ومن ثم تحديد السبب. هيا بنا نعود إلى الفقرة ونحدد ما هو السبب. طبعا السبب هو انتشار وباء الكورونا في البلاد في هذه الفترة. لكي نجد النتيجة علينا أن نعود إلى الخلف في الجملة لكي نجد ما هي نتائج هذا الوباء. النتيجة هي تعطيل الدراسة في جميع مدارس البلاد حماية للطلاب والمعلمين وذويهم. إذن السبب هو انتشار مرض الكورونا أو فيروس الكورونا، نتيجته هي تعطيل الدراسة في جميع البلاد. إذن هذه هي الإجابة، تعطيل الدراسة في جميع مدارس البلاد حماية للطلاب والمعلمين وذويهم. الضمير العائد، الضمير العائد طبعا هو ضمير يتصل بالكلمة ويعبر عن كلمة أخرى. على من يعود الضمير في الجملة التالية؟ الهاء في كلمة عقباها. أولا ماذا علينا أن نفعل؟ تحديد كلمة المفتاح اللي هي الضمير العائد الهاء، قراءة كل الجملة حتى نعرف إلى من يعود هذا الضمير، ومن ثم تحديد الاسم الذي يمكن أن يحل محل الضمير المتصل. انتبه، تحديد الاسم يعني اسم وليس فعلا. هيا بنا نقرأ في البداية الجملة. سمعت والدتهما حوارهما، هرعت إليهما قبل أن يحتدم النقاش ويتطور ربما إلى مناكفات لا تحمد عقباها. أمامك دقيقتان أن تفكر إلى من يعود الضمير الهاء في هذه الجملة. تفضلوا.
إذا رأينا أن كلمة المفتاح في هذه السؤال هو الضمير الهاء. الهاء هو ضمير متصل اتصل في كلمة قبله ليعبر عن اسم ذكر في النص. طبعا الهاء هو ضمير عائد. هل يمكن أن يكون الهاء هو لمها أو القصد به المهام أو مناكفات أو والدة مها؟ لكي نعرف الإجابة الصحيحة علينا أن نعوض إحدى الكلمات مكان الهاء لكي نعرف الإجابة الصحيحة. إذن الجملة هي: سمعت والدتهما حوارهما، هرعت إليهما قبل أن يحتدم النقاش ويتطور ربما إلى مناكفات لا تحمد عقباها. عما تحدث في هذه الأسطر؟ هل ممكن أن تكون لا تحمد عقبى مها، أو لا تحمد عقبى المهامة، أو لا تحمد عقبى المناكفات، أو لا تحمد عقبى والدة مها؟ إذن أضبط إجابة هي مناكفات. أحسنتم أعزائي الطلاب. هيا بنا ننتقل إلى المهمة البيتية. الآن جاء في نهاية النص: فالعلم يبتسم لها وينتظرها كي تتجند بسلاحه وتهزم جميع الأوبئة. سؤالنا: كيف يمكن للعلم أن ينجح ويهزم الأوبئة؟ ادعم إجابتك بحقائق علمية. هذه مهمة بيتية. الآن عليك معك دقيقتان لنسخ هذا السؤال على دفترك والتعبير عنه بكلماتك. تفضلوا أعزائي الطلاب. أعزائي الطلاب، هذه المهمة عليكم أن تنجزوها في البيت وترسلوها إلى معلميكم لكي يفحصوها. هيا بنا نجمل ماذا تعلمنا اليوم. تعلمنا في هذا الدرس إن النص يحاكي ظروف حياتية إلى ظروف حياتنا، وفيه من العبرة والحكمة. إن كلمة المفتاح تساعد في عملية التوجيه لاتخاذ قرار من أجل الوصول إلى الحل الصحيح. 3. طرائق تفكير لحل أسئلة الفهم. ونهاية، قبل أن ننهي، أنت من تختار أن تكون قويا أو ضعيفا في الحياة، لأنك أنت صاحب القرار. أعزائي الطلاب، إلى هنا انتهى درسنا. أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية، وأن تحافظوا على أنفسكم، وأن تلزموا بيوتكم في هذه الفترة الحرجة. يعطيكم ألف عافية، وإلى اللقاء في درسنا القادم. مع السلامة.